اهلا وسهلا بكم تلاميذي الاعزاء في قناه الاستاذ رمزين. هذا الفيديو ان شاء الله درته خصيصا لبعض التلاميذ اللي تاثرت بالرسائل اللي مدوهم لي بما ان اخر يوم في السنه الدراسيه لتفصيلنا على التلاميذ الاعزاء، فاعطوا لي هذه الرسائل، فضلت اني نشاركها معكم. وأجمل حاجة في التعليم أنه التلميذ يعبر عن مشاعره ويعطي لك تلك الرسالة. تفضلوا نقرأ أحد الرسائل من تلك الرسائل، شوفوها معايا. أقرأها معكم. يعني حسيت بلي التلميذة اللي عطات لي هذه الرسالة اللي راهي تسمع فيا الآن، اسمها رجاء، حسيتها أنها كتبتها من قلبها وحسيت بالمشاعر تاعها. إذا نقراوها. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرفع قلمي لأكتب لك هذه الرسالة لأعبر لك عن حزني لفراقك. معلمتي، غرست بداخلي خير شيء كتب الله أجره بما فعلت وأسعدك المولى، وأيضا حللت خطاك لتعلمي أنك امرأة عظيمة، وأفتخر دائما بكوني أصبحت وما زلت معلمتي، وأنك ستبقين روحا اختلفت بكل تفاصيلها عن البقية. منك تعلمت الجمال الابتسامة ولطف الحديث وطيبة القلب. شكرا لك دائما لأنك كنت لي قدوة قبل أن تكوني معلمة. شكرا لعطائك الذي بلا مقابل. ذات يوم كنت إحدى طالباتك هنيئا لي. كنت طالبة لمعلمة رائعة جدا وأكثر مما تتوقعين، مبدعة وعظيمة جدا وصاحبة قلب جميل وأثر طيب. شكرا لك معلمتي، أنا لا أعرف كيف أسرد لك ما بقلبي من حب وامتنان لك، لكن أتمنى أن تستطيع حروفي التعبير عن ذلك. عن حظي العظيم هو أنك معلمتي، أسعد الله أيضا كنت من الذين قال عنهم الله ورفعناها مكانة عالية، وأنا فخورة جدا أنك كنت جزءا من تعليمي. أرفع لك بعبارات الشكر لكونك أم ثانية لم تلديني، لأكثر من كونك معلمتي. كل الحب والعطاء لك. يقولون للنجاح أناس يقدرونه معناه، وللإبداع أناس يحصدون، لذا أقدر جهودك فأنت أهلا للشكر والتقدير، فواجب علي تقديرك وشكرا. أنت الأفضل وأنت الأكثر إلهاما. أنت من درستنا بقلبك وليس بالكتب، فلا اقتباس بصفتك ولا نص يكفي للحديث عنك. شكرا لأنك صنعتني لأجل أن أكون غدا الثمرة التي كنت أنت من سقاها. وشكرا لك معلمتي بكل الحب، وشكرا معلمتي، لقد أحزنتني كثيرا لفراقك. إن شاء الله نتلقاو في السنوات الأخرى. أنت أكبر جائزة لي من عندي ربي، وفقك الله وكان في عونك. من رجاء إلى الأستاذة العظيمة مزين. يعني نقرأ رسالة كما هذه،
قلت ونكرر أجمل شيء في التعليم أنه أي تلميذ ندرسوه أكيد بعد كاين اللي يشكرك بعد سنوات تلاقينا معهم بعد سنوات راهم في إطارات، كاين اللي راهم الآن أطباء معلمين مثل ما رانا نحن الآن كامل يقعدوا يثنوا علينا وعلى الجهودات اللي رانا نديرهم. من هذا المنبر نشكر جميع التلاميذ سواء اللي درستهم وحتى أنتم المشاهدين الكرام، ربي يحفظكم وينجحكم كامل.